السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون التعبير الكتابي، كتابة قصة متخيلة. أبدأ في الإنجاز، أكتب في أحد المواضيع التالية موظفا المهارة. أكتب حكاية متخيلة أخرى تبرز فيها الأرض مظلمة باردة. بدأ موسم الحرث، فاتجه الفلاح أحمد إلى حقله ومعه محراته الخشبي. وقبل أن تشرق الشمس، نثر البذور وهيأ الثور والمحراث، وبدأ في شق التربة وكله عزم ويقين. وبعد انتهائه من الحرث، جلس إلى جذع شجرة ليستريح ويمسح عرقه. باغته صوت آت من الأرض يقول: ألا تعلم أيها الفلاح أنني مريضة وغير قادرة على إنبات زرعك هذا؟ فمنذ مدة وأنا أعاني من برودة في جسمي، ومن تلوث في أحشائي، وتسمم مياه الجوفية بسبب مخلفات المصانع واستعمال المبيدات الفلاحية الضارة بصحتي. تأثر الفلاح بكلام الأرض، فاعتذر منها وتمنى لها الشفاء العاجل.